السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم متابعيني الأعزاء بكل مكان. اليوم فيديو على السريع بخصوص غسالات الأوتوماتيك. المشكلة اللي بنعاني فيها البعض من أنه المي بتنزل من درج وضع المسحوق. ببساطة فينا ننقص من الحنفية اللي بتدخل المي للغسالة، نحطها على النص وبأنه نميل شوي الغسالة للخلف. وبنصحكم نصيحة تانية على السريع، يا ريت ما نحط الغسالة بالحمام، نحطها بأي مكان تاني جاف، لأنه البخار الموجود بالحمام بيأثر على الحديد تبعها، بيخليها تصدي بسرعة وبيؤدي إلى تآكل الهيكل الخاص فيها. وبشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله.